اليوم نعيش الدخول المدرسي في ولاية ورقلة بافتتاح 10 مجمعات مدرسية ابتدائية متوسطة وثانويتين، ومن بين الثانويتين هذه الثانوية المتواجدة في الأحياء الجديدة سكنات عدل. كل الشروط متوفرة بما في ذلك الإطعام ينطلق اليوم في كل المدارس الابتدائية. الحمد لله بعد افتتاح هذه الثانوية الجديدة سوف يسهل علينا التنقل إليها، وإن شاء الله تكون سنة موفقة لنا، ونتمنى النجاح لجميع الطلاب.